يقول أطعمت 60 مسكينا، هل يجب صيام 60 يوما عن إفطار يوم في رمضان؟ إذا كنت أفطرت يوما في رمضان بالجماع، أفطرت يوما بالجماع في نهار رمضان، فهذا تلزم صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. أما إذا كنت تستطيع الصيام فلا تعدل إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، وبالله التوفيق.